تفاصيل أكتر عن الاجتماع وآخر مستجدات العمل في منظومة اشتراطات البناء الجديدة هنعرفها من ضيفي على التليفون المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وأحد المشاركين في اجتماع النهاردة. مهندس هاني مساء الخير، وعايزينك تكلمنا عن أبرز توجيهات رئيس الوزراء وتكليفاته خلال الاجتماع. اهلا يا استاذ ريهام، اهلا بحضرتك وسادة المشاهدين. اهلا يا فندم. هو ده كان الاجتماع الثالث مع دوله رئيس الوزراء بخصوص الاشتراطات البنائيه وتنظيم العمران. اعتقد ان طبعا احنا كلنا شفنا زياره الرئيس امبارح في منطقه ازمه الهجانه وما فيها من انتهاكات لكل شيء، لا هو في نمط معماري ولا في اشتراطات بنائيه ولا في اي حاجه. دي العشوائيات اللي نمت في مصر خلال 25 30 سنه اللي فاتوا، نتيجتها فعلا اثارها سلبيه جدا يعني. فكان لازم طبعا المجهود اللي بتبذله النهارده الدوله في التنميه المستدامه وما يتم من مشروعات عملاقه حقيقيه على ارض الواقع خلال 6 سنين اللي فاتت، اعتقد ده اصدق دليل على الانطلاق نحو مستقبل افضل. من ضمن المهام الرئيسيه ان لازم يكون هناك في نمط معماري لمصر، زي كده حضرتك لما تنزلي في وسط البلد بتشوف شكل وسط البلد عامل ازاي، في مناطق معينه لها طابع معماري معين. اما نيجي نبص للوضع الحالي طبعا نتيجه العشوائيات الكثيره اللي حصلت، كان لازم يتوضع النهارده منظومه عمل الاشتراطات البنائيه ويكون جهات المساهمه التي تقوم بالاشراف على هذه الاعمال هي جهات مسؤوله من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاداريه والقانونيه ومن الناحيه الهندسيه. وده كان الغرض من الاجتماع النهارده وهو الثالث مع دوله رئيس الوزراء، يشوف التصور والاشتراطات البنائيه اللي حضر النهارده معالي وزير الاسكان، معالي وزير التنميه المحليه ونقابه المؤسسين ودوله رئيس الوزراء. لان الاربع والتعليم العالي، معالي وزير التعليم العالي، لان الجامعات وكليات الهندسه كلها لاول مره يكون لها دور في اصدار هذه التراخيص حتى يكون هناك نوع من التحكم ونوع من السيطره والكنترول على ما يتم في التراخيص. الموضوع في منتهى البساطه، الغرض من الاجتماع ان احنا نطمن دوله رئيس الوزراء على الخطوات اللي تم الاتفاق عليها بين الجهات اللي انا قلتها لحضرتك دي. الاشتراطات البنائيه هتبقى شكلها ازاي؟ التيسير على المواطنين واختصار الوقت في اصدار التراخيص، دور كل جهه من الجهات. يعني على سبيل المثال المحافظات النهارده بترفع قطع الارض الفضاء كلها رفعا مساحيا وبتسلمها للجامعات، كليات الهندسه بتقوم بوضع الاشتراطات البنائيه ووضع تخيل لنمط معماري لكل منطقه طبقا وضعها الطبيعي في نفس الوقت طبقا لوضعها الجغرافي والطابع التاريخي لهذه المنطقه، فبتحط نمط معماري. يعني تبقى كليات الهندسه بتعمل تصميم لواجهات واشكال معماريه، بيجي المواطن بيختار منها الشكل اللي هو عايزه. انما التقسيم الداخليه تبقى الموضوع يخص المواطن والمالك. مهم جدا يكون في سند ملكي عشان ما يحصلش اللي بيحصل اللي حصل قبل كده في مصر من العشوائيات اللي تم. السند الملكيه اول حاجه بيقدمها المواطن، وبعد كده بياخد حاجه اسمها صلاحيه موقع. كليه الهندسه بتراجع هذا الكلام، بتحدد له اشتراط بنائي، بتقول له ادي النماذج المعماريه اللي انت عايز اختار منها حاجه. بعد ما بيختار النموذج المعماري بيظهر هنا دور نقابه المهندسين معه، لانه لازم يتعاقد مع مكتب استشاري هندسي او مهندس استشاري او ضيف خبره عشان يجهز له ملف الترخيص، وملف الترخيص لازم يكون فيه شامل عمل طبعا عمل التصميمات، النوتة الحسابيه، الالتزام طبعا بالاشتراطات البنائيه، بالارتفاعات، بالمسافات البينيه بينه وبين الجار، الى اخر الاشتراطات البنائيه الموجوده. الملف ده بيقوم بتنفيذه المفروض دكتور استشاري او مهندس استشاري، دول اللي هم معتمدين من نقابه المهندسين، ونقابه المهندسين اصدرت نموذج مؤمن ومعتمد من النقابه ليكون شامل لكل ما يخص الترخيص، بيبقى مكتوب فيه اسم الدكتور الاستشاري او المهندس الاستشاري او بيت الخبره، ومتحدث فيه كل المستندات المقدمه، ونموذج مؤمن وغير قابل للتلاعب.
طب اتفضل. بعد كده ايه يا باشمهندس؟ المواطن بعد ما بيحصل على شهادة الصلاحية وبياخد النمط المعماري وبيقدم بعد كده الملف الخاص بأعمال التصميمات والنقطة الحسابية وما يخص الإجراءات الترخيص بيقدمها للمركز التكنولوجي التابع للمحافظة. المركز التكنولوجي بيقوم بفحص الملف، إذا كانت كل المستندات سليمة بيتراجع بشكله النهائي من الجامعة بالنسبة للمراجعة على التصميمات اللي موجودة، تكون تصميمات ما يكونش فيها أي حاجة مش مظبوطة، وبعد كده بيصدر الترخيص. بعد إصدار الترخيص المفروض في مرحلة التنفيذ، برضه في التزام في مرحلة التنفيذ إن المواطن لما يجي هيخسر قبلها بأسبوعين حصل على الترخيص وما هيبدأ التنفيذ، لازم بيتعاقد مع مهندس استشاري أو مكتب مهندس استشاري للإشراف على التنفيذ، وده برضه صدرت شهادة من نقابة المهندسين بتحدد اسم المهندس المشرف وبتحدد رقم قيده في النقابة وبتحدد الأعمال اللي هو هيقوم بيها، والمهندس ده بيقدم تقارير كل 15 يوم عن تقدم العمل في المشروع، بيقدمه لجهة الإدارة المركز التكنولوجي ونقابة المهندسين، وبعد ما ينتهي التنفيذ بيتصدر ما يطلق عليه شهادة الصلاحية. شهادة الصلاحية ديت حضرتك عشان بتراجعها بقى هنا الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، بتراجع كل ما تم في الموقع من تنفيذ عشان يبقى فيه موافقة على دخول المرافق. الغرض اولا هو كنترول، الغرض ان احنا المواطن ما يتعاملش مع ناس كتير في هذا الامر. الحاجه الثالثه والمهمه الالتزام بالاشتراطات البنائيه. دور نقابه المهندسين هنا هو دور يعني منظم ومراقب للمهنه، للمهندسين المنتمين للنقابه والمكاتب الاستشاريه المسجله في النقابه وكذلك بيد الخبره. طيب يعني سريعا كده دي تفاصيل مهمه، انا بشكرك جدا مهندس هاني، انك اديتنا المام يعني بكل التفاصيل، لكن قبل ما نسيب حضرتك عايز اسالك كمان عن الحمله الاعلاميه التوعويه اللي طالب بيها النهارده رئيس الوزراء، هتركز على ايه؟ حضرتك ده هيظهر في حمله اعلاميه وهيظهر بشكل يعني موفي عشان بالظبط يسهل للمواطن ويسهل لجهات الاداره التعرف على الخطوات التنفيذيه اللي ممكن بيها يصدر الترخيص. اولا اللي الناس هتلاحظه ان المده قلت تماما عن الفتره اللي قبل ما قبل، ان التكلفه اصبحت تكلفه يعني رايحه في محلها فقط، ما فيهاش اي مصروفات اخرى غير رسميه. بنطمن ان الاشتراطات البنائيه موجوده، بنطمن ان مقاول التنفيذ ومهندس المشرف على التنفيذ ملتزم تماما بقواعد المهنه والاشتراطات البنائيه اللي خدها، يا اما هيحصل طبعا تدخل من النقابه فيما يخص المهندسين والمكاتب الاستشاريه اللي هي هتخرج عن المألوف وهتخرج عن الاشتراطات والتعهدات اللي هم ماضيينها على شهادات المؤمله، وبالتالي بيكون هناك اجراءات رابعه لمن يخالف هذه الاجراءات. انا شايف ان اول مره تحصل يعني اتفاق الثلاث جهات الاساسيين في هذا الامر ودخول كليات الهندسه في الجامعات هنقول جهه حياديه تماما في هذا الامر مع المراكز التكنولوجيه والتحول الرقمي اللي بيحصل في مصر، هتطلع بعد كده الرخصه بشهاده مؤمنه من المراكز التكنولوجيه غير قابله لاي نوع من انواع التلف. تمام. المهم جدا ان احنا بنحافظ النهارده بقى بيتوجد تراث معماري جديد، بيتوجد في ظل الاشتراطات البنائيه الجديده، بيتوجد بشكل هقول لحضرتك يعني التزام من الجميع، اللي عنده حته ارض 100 متر زي اللي عنده حته ارض 2000 متر 3000 متر، كل واحد هيبقى في المكان اللي هو فيه عنده طراز معماري بيشتغل عليه، وفي نفس الوقت اشتراطات بنائيه تحترم، ما بقاش بقى فيه التجاوزات ولا ممتاز ممتاز. يعني معلومات كتير مفيدة، أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس هاني ضاحي، وأتمنى إن شاء الله يبقى لنا لقاء لأنه المعلومات فعلا لسه كتير بالتأكيد، يبقى لنا لقاء إن شاء الله مطول نتكلم في التفاصيل.